اليوم اللي ولا فيه مسرح ولا تصوير ولا شغل خالص بتقضيه ازاي؟ عندك الوقت الكافي انك تقعد مع اولادك ومع بقول لحضرتك دلوقتي. انا اب زي وبعد مع حفيف مع حفيدي اكبر عدد من الساعات يعني، ولغايه دلوقتي يقول لي تعالى نعمل هيمه 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 ليه خيمه يعني ناخد اللحاف ونقعد انا وهو مغطيين بعضينا ونقعد نتكلم بعض وهو قاعد يستخبى انا وهو وكانه هو مش موجود واقول لهم عدوله راح فين يعني حاجه كده. هناك مقوله بتقول ان الزعيم عادل امام تتلمز الزعامه الفنيه على ايد زعيم الطرب عبد الحليم حافظ، هل المقوله دي صحيحه؟ هو كان صديقي الحقيقه عبد الحليم حافظ، كنا اصدقاء خصوصا في الخمس سنين الاخرين قبل وفاه عبد الحليم حافظ. وهو زي ما قال الاستاذ مفيد فوزي قال ان عبد الحليم حافظ كان بيغني من منطلق شجن، وان عادل امام برضو بيقول كوميديا من منطلق حزن وشجن يعني. بمناسبه حكايه القضايا يا اخوانا انا عايز اقول حاجه النهارده بمناسبه حضراتكم موجودين. فتاه رائعه قتلت النهارده اسمها راشيل كوري، قتلت جرفتها الجرافات الاسرائيليه. هذه الفتاه فتاه ناشطه وكانت بتدافع عن حقوق الفلسطينيين، ووقفت قدام جرافه اسرائيليه عشان تمنحها من انها تهد احد منازل الاخوه الفلسطينيين. هذه الجرافه جرفت هذه الفتاه الرائعه التي تبلغ من العمر 23 عاما. بنحيي روح هذه الفتاه، وانا كفنان مصري ببعث للعالم كله رساله ان يقف حدادا واحتراما على هذه الفتاه الذي فعلت اللي فعلته ما فعلوش ناس كتير جدا موجودين عرب. تحيه لروح هذه الفتاه.